بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتان ولم يعطني الثالثة، سألت ربي أن لا يجعل هلاكي على يد عدو من خارجنا فأعطاني. إذا لا خوف على الأمة من عدو خارجي، لا أمريكا ولا غيرها، أعطاها الله لنبيه. فالأمة محصرة من اجتثاث من قبل العدو الخارجي. الله الله الله. والثانية: سألت الله أن لا يجعل هلاك أمتي بسبب جائحة بحال السنين بحال الطوفان فأعطانيها. فهذه الأمة بإذن الله مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الاجتثاث من الأصل، كما كان يعاقب الله الأمم السابقة التي تحاد رسولها وتحارب شريعة ربها. فلما سألت الثالثة لم يعطينيها، سألت الله أن لا يجعل بأسها بينها، الله، فلم يعطينيها. فهزيمة الأمة دائما تكون والعياذ بالله من الطابور الخامس، الطابور الخامس، المنافقين المثبطين المعرقلين المعوقين مرضى القلوب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هكذا قال فرانكو حينما ذهب بأربعة طوابير من أولئك الذين يريدون فتح تلك المدينة، قالوا لن نغلب ونحن أربعة طوابير. قال فرانكو: بل سننتصر من خلال الطابور الخامس. قالوا: نحن أربعة طوابير فقط. قال: الطابور الخامس هم أعيننا داخل الحصن داخل المدينة، أي المنافقين الذين يترصدون حركات أبناء جلدتهم ثم ينقلونها إلى عدوهم ثم يضعونها في طبق من ذهب لتسليمها إلى العداء. إنهم الخونة، إنهم الخونة. نعم الخونة. أنتم ترون أن في فلسطين الحبيبة لا يمكن أن تؤتى الأمة أبدا أبدا من خارجها. نعم هنالك هجوم من كل الغرب، ولكن المصيبة الكبرى هي خذلان الأخ، هي وجود المنافقين أعين الأعداء الذين يتجسسون ويتلصصون ويتحسسون ويتبعون الآثار ثم ينقلون ذلك أولا بأول إلى الأعداء. فكم من قادات المقاومة الذين تم وضع حد لحياتهم وارتقائهم شهداء بسبب هؤلاء المجرمين. وإنني في هذه الأيام في رمضان عجبت كل العجب وأسفت كل الأسف حينما رأيت عربيا في صحراء النقب قام باستدعاء وزير الحرب للعدو الذي ولغ في دماء أمة رسول الله، يستدعيه لحفل إفطار مع بعض من أعضاء الكنيسة. الله. ورأيت تلك الصورة وأصبت بالأسى والحزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر هذه الأحداث فكما هي تحزن، هي أيضا تبين أن الشعب الفلسطيني أصبح يعي خطورة هذه العيون المتجسسة، هؤلاء المنافقين. ففي جنين بعد أن قام أحد هؤلاء الخونة بكشف مكان تلك الثلة الطيبة من المرابطين وجيء بالمسيرات وتم قصفهم فارتقوا إلى الله شهداء، لكن الذي يزيل نوعا من الحزن أو بعضا من الحزن هو ما حدث في جنين بعد أن قام هذا المجرم هذا الخائن من تتبعهم وإعطاء الإحداثيات للعدو، والتي أودت كما قلت بارتقاء أولئك الشهداء من خيرة شباب فلسطين في جنين. فإن ذلك المجرم السافل المنافق المتخابر مع دولة الكيان الذي قام عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، بطعن المقاومة الباسلة جيء به إلى الميدان
ثم تم إعدامه على يد ثلة من هؤلاء المقاومين، ومن جملتهم شقيقه الذي رماه بالرصاص كما رماه الآخرين في مشهد حضره الجميع لكي يكون عبرة لغيره. فهذا مشهد يستحق التوقف والتأمل طويلا. لماذا؟ يقول أحدهم، لماذا يستحق هذا المشهد التأمل والتوقف؟ لماذا؟ قال: لأنه باختصار يعكس حالة قصوى وغير مسبوقة من التلاحم والالتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وأن رمزية المقاومة في نفوس الناس أصبحت تتفوق وتتقدم على أي رمزية أخرى مزروعة داخل الإنسان بحكم الفطرة البشرية، كحب الآباء والأمهات لأبنائهم والأشقاء لأشقائهم، وهكذا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم، هذا الحدث يعكس أن الولاء أصبح الآن على أساس العقيدة ليس على أساس الدم، كما قال الله تعالى لسيدنا نوح، قال له إنه ليس من أهلك، هذا ولدك، نعم ينتمي إليك من ناحية الدم، آصرة الدم، لكنه يحمل مشروعا عياذا بالله غير مشروعك، فهو ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه عمل غير صالح. هكذا يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة، إنهم يحيون هذه المعاني، معاني غلبت آصرة العقيدة على آصرة الدم. هو ابنها، لكنها ماذا فعلت؟ تنكرت له وجاءت به إلى المقاومين وبلغت به، وأخوه هو من قام مع المقاومين بإمطاره بالرصاص. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فحي الله المقاومة، حي الله المقاومة، أسأل الله يحفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها، وأعوذ بالجبار أن تغتال من تحت أقدامها. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.